وخلينا بقى نروح انت معاك تفاصيل اكتر كمان عن خبر محمد صلاح امبارح. طبعا يعني زي ما كنت انت بتقولي من شويه نهاوند ان هو كان حديث العالم كله، مش بس المهتمين بالشان الانجليزي او بالدوري الانجليزي، لا الحقيقه كان يعني نجاحاته المتكرره دايما بتقف عندها كل يعني الصحف والمواقع الرياضيه العالميه. كعادته نجمنا محمد صلاح كان متالق امبارح. نادي ليفربول كان حريص على الاشاده بالنجم المصري العالمي محمد صلاح بعد ما تالق في مباراته الاخيره امام ضيفه كريستال بالاس بنتيجه 3-0. الكلام ده كان ضمن الجوله الخامسه من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم، ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع تويتر صور للفرعون محمد صلاح معلقا عليها: لكل اناس ملك يعرفونه، وملكنا في كل وقت هو صلاح محمد صلاح. طبعا محمد صلاح كان ساهم في فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجه 3-0 ب يعني اسيست رائع عمله لساديو ماني، وبعد كده سجل هو نفسه الهدف الثاني ليرتفع رصيده الى 4 اهداف في الموسم الحالي، ويحتفل بهدفه رقم 99 بقميص الريدز من خلال 150 مباراه في الدوري الانجليزي الممتاز، ليرتفع رصيده الى 101 هدف في هذه البطوله، حيث سجل هدفين بقميص تشيلسي في يعني اوقات سابقه. فما شاء الله عليه. انا بتفق معاك جدا.